السلام عليكم. ده انا جايبه لكم طريقه الحواوشي الاسكندراني، كنت نزلتها معاكم في الصفحه قبل كده بس حبيت اشارككم تاني لان دي وجبه الخير. كنت عاملاها انا واخواتي اخر يوم رمضان، اتمنى تعجبكم. ويلا نتابع الطريقه مع بعض ونشوف وجبه الخير كانت معموله ازاي. نسمي بسم الله نقول كده. دي الخلطة بتاعت الحواوشي اللي هعملها 5 كيلو. قطعت نص كيلو فلفل رومي، على 3 كيلو بصل، على 4 5 طماطميات، على التوابل بتاعت الحواوشي وفلفل أسمر، وهقلبهم في بعض كده، وكل ده هضربه في الكبة. هروح كده اقلبهم في بعض واضربهم في الكبة عشان تسهل عليا الدنيا. كده التتبيلة خلصت معايا اللي انا ضربتها، تتبيلة الحوش الاسكندراني اهو. انا ما بنعملهاش قوي عشان ما تبقاش مية وتبقى جوسي كده في وتحس بالطعم التتبيلة وهي في اللحمة. كده هضيف عليها اللحمة بقى، كده هي دي كلها فيها التوابل بتاعتها، هضيف عليها اللحمة كده. تمام اهوت، ضفت اللحمة على التتبيلة. التكية بقى اللي عايزة اقولها لكم، لو عندكم ليا واهي دي كده ليا، انا حطها في الفريزر مجمدة، هبشرها واوريها لكم بعد البشر، وانا هضيفها على اللحمة. وكمان مش هتكفي، فهتحطي 2 كبار 3 كده زبدة، لان كل ما كان هو دسم كان بيدي طعم احلى للعيش باللحمة. الصح بتاع المحلات كويس ليه؟ تحس ان هو فيه طعم احلى من البيت، لان هو اصلا بيبقى حاطط 3/4 دهن، فلما بيسيح في اللقمه اللي بتاكليها بتديله تيست حلو. انت بقى هنا عامله اللحمه صافي، فانت هتضيفي الدهون دي اللي بتخليها ايه اللقمه مش ناشفه معاكي. هبشر اللي واوريها لكم. انا اهو ضفت اللي هي بشرتها، وضفت الزبده اهو على الاتنين. هدعكم بقى في بعض ونبدأ نسمي اللي ونشوف هنعمل ايه في العيش باللحمة. ده كده العجين، العجينة اللي انا قايله لكم عليها، برضو العجينة اللي تنفع لكل المعجنات. انا قرصت شوية 15 اكبر من 15، وهعمل 15 في 15، يبقى دي العجينة دي اكبر اهي، حجم اصغر عشان يبقى ده الارضية وده الغطا بتاعه. كده انا كورت اللحمة على قد العجينة بالكور دي عشان اسهل معايا في الفرد بتاع العيش. هنروح بقى نفردوا العيش ونشوفوا ايه الدنيا هتبقى عاملة ازاي. ده اهو كده، وحطيت عليه فردته، حطيت عليه حبة البركة وجزء بسيط قوي من الجبنة الموتزاريلا. ده كده وهو في الفرن. بصوا الجبنه بتلون بسرعه ازاي. ده فرن فلاحي يا جماعه، بتساعدني فيه في الخبيز بتاعه، ومساعد ربنا يديها الصحه كده. هتكلم عليكم، قول لهم كل سنه وانتم هم طيبين يا مسيد. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وما تكرموش من بعض ابدا يا رب. ربنا يخليك، كل سنه وانتم طيبين يا مسيد. شايفين ما شاء الله تسلم ايدها، عامله كده. ودي نهاية الوجبة معانا، وجبة الحواوشي. أتمنى تكون عجبتكم، وإن شاء الله نتقابل في رمضان الجاي مع وجبة الخير، مع وجبة أخرى جديدة. وكل سنة وأنتم طيبين. أول مرة تشوفونا، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. وإلى اللقاء.